يا عم الحاج انا عايز اعمل الفيديو واخلص منه، يعني هي نتائج غير متوقعه، يوم غريب وعجيب اصلا. يعني انت لما تيجي تقول لي النهارده الفتح بيتغلب على ارضه من الطائي 1-0، الطائي عمل مباراه في الماتش اللي فات قدام الرائد رومنتادا عالميه ما خدتش حقها. ما انت لما تقول لي ان فريق بيعمل رومنتادا في الوقت بدل الضايع بيجيب جون في الدقيقه 92 و99 و100، لا مش هتحصل. لكن النهارده ان انت تقول ان الفتح اللي عاوز يدخل المربع الذهبي النهارده بيتغلب على ارضه وسط جمهوره من الطائي 1-0، لا مش متوقع. مش صح صح انا كده، انا مش كده خدنا ولا الاتفاق؟ الاتفاق الماتش اللي فات في الجوله اللي فاتت قدام الاتحاد عمل مباراه عبقريه. يعني المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد قال انا ما كنتش متوقع ان الخصم بالشكل ده وبالقوه دي. ايوه زي ما بكلمك، زي ما بقول لك النهارده الاخدود بيعمل مفاجاه. اللي عمله النهارده الاخدود مع الاتفاق مفاجاه كبيره جدا. وانا اتكلمت قبل كده، اتكلمت وقلت لك ان ستيفن جيرارد مدير فني مش ناجح، وقلت انه لازم يتغير. الجمل بتاعته مفهومه ومحفوظه. ستيفن جيرارد يا جماعه كان لاعب اسطوري في الدوري الانجليزي، كان لاعب انجليزي من اساطير كره القدم في ليفربول، وزي ما انت عاوز تقول قول واكتب كتب وقول الاحصائيات بتاعتك. لكن النهارده لما تيجوا وتجيبوا مع مدير فني مع عامل صفقات كبيره جدا للاتفاق، لكن الاتفاق النهارده بعت خالص. احنا كنا بنقول على اقل التقدير ان الاتفاق هيبقى في المربع الذهبي. جمل مفهومه محفوظه زي ما بقول لك كده يا عم، زي ما بقول. انت ايه يا ابني طبع عند حلاق ولا ايه؟ انا قلت اخد بيدك. قلت انت مال ابوك انت تاخد بيدك ولا ما تاخدش بيدك؟ انا هي راسي خانقتك يا اخي. طب اقول لك مباراه الشباب والتعاون. التعاون مغلوب الماتش اللي فات من الرياض 2-1، الرياض عمل عليه رومنتادا وغلبه 2-1 في ماتش كنت بتقول ان التعاون هيكسب 3-4 الرياض. اقل تقدير الشوط الاولاني انتهى 1-0 للتعاون على الرياض. جينا الشوط الثاني خلاص احنا بنتفرج على مباراه ثانيه وسايبين الطائي بيلعب الرياض بيلعب التعاون، وقلنا الماتش هيخلص خلاص للتعاون، لقينا الماتش بيخلص 2-1 للرياض. اللي انت مش متوقع النتائج دي بتحصل ازاي، والنهارده تقول لي الشباب في الماتش اللي فات عمل مباراه من اروع المباريات اللي عمل فيها وادى اداء كبير جدا مع مدير فني برضه جديد. ما الشباب عمال يغير في المديرين الفنيين عشان يوصل لنتائج. ما انت بتقول لي النهارده الشباب في المركز السابع ولا الثامن ولا التاسع، ما ينفعش، ولا العاشر كمان ما اعرفش انا في ترتيبه كام. الشباب لا ما ينفعش، الشباب يعني اقل تقدير بيبقى جوه المربع، جوه المربع. لكن النهارده تقول لي ان الشباب بعيد عن المربع وعمال يغير في مدير فني اولاني مش نافع، الثاني مش نافع، الثالث مش فين المشكله؟ فين المشكله؟ الاداره مش عاوزه تقف على المشكله ليه وتحل المشكله؟ انت بتبني فريق للموسم القادم، فانت لازم بقى تغير وتعمل دراسه في المدير الفني اللي انت هتجيبه عشان يمسك ويدير عشان نشوف الرائد في وضعه. زي ما بقول لك اسمعني، الرائد النهارده بيعود للفوز وبيكسب الوحده في مباراه احنا ما اتفرجناش عليها، لكن لازم ناخد حقها ولازم الواحد يتفرج ان شاء الله باذن الله على الملخص بتاعها. لان المباراه يا جماعه انا بقول لك المباراه بتتلعب في وقت واحد. انا مثلا متابع مباراه الشباب والتعاون وبلاقي التعاون بيعمل رومنتادا في الشوط الثاني وبشوف شكل عبقري. النهارده الشباب بيلعب بطريقه محفوظه، يعني او هو دايما بيلعب بالشكل ده 4-2-3-1، والتعاون مصمم على الشكل بتاعه وبيأدي بيه اداء كبير جدا وبيحقق بيه نتائج، لان امكانيات التعاون في الصفقات بتاعتها والقيمه التسويقيه، وان هو مثلا النهارده 28 بونت او 28 نقطه مع الاتحاد في نفس الترتيب، يعني او في نفس الترتيب بس الفرق الاهداف في صالح الاتحاد، فيبقى انت بتقول ان التعاون ماشي صح جدا، ماشي صح جدا. المدرب بيلعب 4-4-2 كما زي ما بيقول الكتاب. مباراه الرياض ما اتغلب الرياض ليها ظروفها بقى، ليها ظروفها، بيوصل للجون ما بيعرفش يجيب جون، بيوصل ويعمل شكل لكن ما بيعملش حاجه. لكن النتائج النهارده لما تيجي تقول لي فهي متلخبطه، متلخبطه. يعني انت تقول لي النهارده الناس تقول الطائي هيكسب الفتح في ارض الفتح في ملعب الفتح. انت كنت بتقول كده؟ لا ما اتوقعش ان انت كنت بتقول كده. الموضوع التوقعات كانت خلصانه ان الفتح يكسب الطائي، بس الناس كانت بتنتظر النتيجه تبقى كام؟
لكن النهارده تخلص كده يعني ما تعرفش في حد عايز يتغير، في حاجه كده غلط انت مش عارفها، حسابات مش مفهومه، والاتفاق النهارده يتغلب من الاخدود. طبعا دي حاجات كوره يا جماعه. انا لما اجي اكلمك في الحاجات دي مش عارف اقول فيها ايه، عايزه كلام كبير قوي تقوله في الدوري السعودي واللي بيحصل في الدوري السعودي. التعاون عمل مباراه كبيره جدا، وهو ده التعاون اللي احنا عرفه. اخلص كلمتيني وارجع لك تاني ان شاء الله باذن الله عشان الناس عاوزه تسمعني. يا جماعه النهارده النتائج غير متوقعه بالمره. لا انت تقول ان النهارده الاخدود بيفوز على الاتفاق 1-0، نتيجه غير متوقعه. نفس الحكايه الفتح بقيمة الفتح وعلى ملعبه وسط جمهوره، عايزة حسابات وعايزة كلام كتير قوي، عايزة ان انت تقعد كده تقول ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور في الدوري السعودي. ولكن هي كرة القدم في النهاية. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.